تضع جامعة المدينة العالمية بين أيدي طلابها النسخة الجديدة من بوابة الطالب، وذلك لما تحتويه من خدمات ومميزات تجعل من العملية التعليمية أكثر مرونة وكفاءة. وهذه البوابة ما هي إلا محطة تقود الطالب نحو أهدافه وتساعده في أداء واجباته الدراسية بصورة عصرية ومتكاملة. تتكون البوابة من ثلاثة أجزاء رئيسية، هي الصفحات، المحاور، المحتويات. في الأعلى تكون الصفحات، وكل واحدة منها تحتوي على مجموعة من المحاور، وداخل كل محور يوجد المحتويات الخدمية، وهي تختلف من صفحة إلى أخرى. سنبدأ في الحديث أولاً عن الصفحة الرئيسية. أولاً، رابط سريع، ويحتوي على البريد الإلكتروني، المكتبة، خدمة كن معرفاً للجامعة. ثانياً، الدخول السريع، ويحتوي أيضاً على رابط لتتبع الاستمارات المقدمة، التقويم الأكاديمي، ورابط لمعلومات الاتصال. كما نجد روابط مختصرة للمواد المأخوذة، ونجد في الوسط جدولاً بالأنشطة الحالية وأنشطة الأسبوع المقبل. كما نجد أيضاً آخر الأخبار المتعلقة بالإعلانات والإعلانات الأكاديمية.